قطعان السميدك فيش يكون؟ لأن من الفلاح ما يعطوش العلف. الفلاح يفهمه مليح، راهو الفلاح يولي يلتجي لطرق أخرى، ولي يعلف الخبز، ولي يعلف السميد. العلفة بعشرين دينار الشكارة، يبيعوا فيها بستين ولا سبعين دينار. الاحتكار هذا موجود في الاتحاد الفلاحين، يعطوه لسيفولين وسيفولين وسيفولين. خصان العلفة نتاع المواشي هي سبب في السميد، هي سبب في نقصان السميد. احنا عنا في القصرين نعلفه في السميد. يأخذ شكارة سميد يزيد حويجات يتعلف له أكثر ورونتابل أكثر، تنفع أكثر، مش كسميد كالنخال. فهمت ولا الوضعية وين؟ سميد الخبز راهو يا مسيو. إي هو يوكل فيها الغلب. عاملين سابوتاج، السميد يعطي فيه الغلب باش السميد يقطع. يلقوا طريقة، ديما يلقوا طرق جهنمية. يا سبحان الله، أخطبوط شيء يحبس المخ. أول انتخابات وقعت وين؟ وقعت في الشعامبي. وين؟ وقعت في الشعامبي، ما وقعتش في القصرين. أنا ساعتها مين مال وقعت في الشعامبي، ووقت اللي مشينا ثم حوايج ما نجيش نقولها. جانا الوالي ونتاع الأمن وقالوا لنا برا روحوا أولادي، معناها خرجتنا عن النطاق. عملها في الشعامبي وين الإرهاب. وقعت مرة جانا حنش دخل الإدارة، قلت لنا الحنش طيشناه في مكان معين ما يطلعوش حد. الخدامة اللي يخدموا ويعسوا على المحمية طلعوه، وجانا عرفهم وقدم بينا قضية. هاتوا إرهاب بالكلاشنكوف وبالسلاح يدخل الشعامي، كيفاش يجي يدخل؟ تي متورطة الناس هذه، متورطة متورطة. يعني أنت تنح في العمل متاع الشعامبي وتجيب في ناس خورين، منين جايب؟ الحاج مواطن فلاح من القصرية، فلاح أصيل قصرية، معتندية ماجب العباس. قلت لي اليوم مشارك في التنسيقية، شركة التنسيقية، وإن شاء الله التكوين إن شاء الله يكونوا جماعة حاضرين ونركحوا أمورنا للتجاوزات اللي قاعدة واقعة. نعطيك مثال، مثلا هذا أمن دولة قاعد يضيع، اللي هي نحكي لك قصة صغيرة اللي هي بالضبط. تو يقول السميد ما ثماش، احنا عنا في القصرين السميد قاعد يخرج للجزائر. وين؟ يخرج للجزائر على طريق القصرين. ثم حاجة أخرى، الاتحاد الفلاحين قاعد مساهم في الوضعية هذه بطريقة أخرى، أنه يقطع في السميد، وأنه قطعان السميد كيفاش يكون؟ أن من الفلاح ما يعطوش العلف. الفلاح يفهمه مليح، راهو الفلاح يولي يلتجي لطرق أخرى، ولا يعلف الخبز، ولا يعلف السميد. عودها بربي؟ هذا الفلاح في القصرين ولا يعلف الخبز ويعلف السميد. عنده العلفة نورمالمون. نورمالمون عنده العلفة. اتحاد الفلاحين قطع عليه العلفة. يلتجي طرق أخرى اللي هو يولي يعلف السميد، اللي هو في القصرين ما ياخذش الحصة نتاعه من العلفة، ما ياخذش الحصة نتاعه. إذا كان أخذها راهو بالمعارف، سي فلان وسي فلان، أنت تابع كذا الحزب، فذا تابع كذا، ياخذ كل شيء. زيادة على هذا، اتحاد الفلاحين كيفاش تكون عندنا نحن؟ احنا عندنا ثلاثة اتحادات محلية ما تكونتش إلى حد الآن. الاتحاد الجهوي مازلنا ما عملناش انتخابات، مثلونا جماعة لا نعرفوهم ولا يجونا غادي. لا فايده في ذكر الاشخاص، هم قدم من عام 2013 هم شادين الاتحاد، اظن ولوا موظفين في الاتحاد، ما عادش اظن منتخب. ما فماش انتخابات سنويه؟ ما صارتش انتخابات عندنا في الاتحاد الجهوي في القصري، ما صارتش انتخابات، فما علي الا نلقوا جماعه في الواحد في الوطني. مالك كيفاش تختاروا الممثلين نتاعكم؟ ها؟ كيفاش تختاروا الممثلين نتاعكم؟ ما اخترنا شيء غادي. ما وقعش مؤتمر خلاص. في الاتحاد الجهوي في القصرين ما وقعش مؤتمر، ثم ثلاث اتحادات محليه ما وقعش مؤتمر. كيفاش يكون في الاتحاد الوطني موجود فيه جماعه اللي هم قدم متسلطين موظفين ولا راه موظفين؟ اسقاط. احكي لي في القصرين ماجر بالعباس، المشاكل اللي تعرض لها الفلاح غادي. الدواء مثلا ما ثماش، الزريعه ما ثماش، العلف خاصة احنا غادي مربين نتاع مواشي ما عندهمش العلف وما عندهم حتى شيء. يعني قلت لك حكيت لك الحكاية ونزيد نعاودها لك في الإعادة إفادة كمان، أنه يقطعوا علينا العلف نتاع المواشي. دونك الفلاح يلتجئ باش يمشي ياخذ السميد باش يعلفوا، ياخذ الخبز باش يعلفوا. فهمت الوضعية؟ سيركوي كيفاش يعملوا فيه هما؟ هذا ضد الدولة، مش ضد دينا ولا ضد البلد. العلفة ما فماش ولا يتعمدوا انها تتخبى؟ العلفة قليلة ويتعمدوا. واحد نعطيك مثال اخر، العلفة بعشرين دينار الشكارة، يبيعوا فيها بستين ولا سبعين دينار.
الاحتكار هذا موجود في الاتحاد الفلاحين، يعطوه لسي فلان وسي فلان وسي فلان. بيان انت ماكش قاعد ترمي في تهم هكا، عندك ما يفيد كلامك ولا؟ سي نورمال مش يسهل، وقداش الشكاره نتاع العلف وقداش تتباع لبرا، ما عندوش غلب ما خلاص، ما عندوش مواشي خلاص، ويمشي ياخذ بونو وياخذ العلف. شنو؟ البونوات للفلاحه نورمال. البونوات للفلاحه نورمال، المول عنده غلم يعدوا له الغلم نتاعو، يعدوا له المواشي نتاعو، كلش عنده ويعطوه، يعطوه اش لازمه. فهمت؟ يعني فما ليس قاعده تاخذ وما عندهاش ما عنده شيء. اكوا بون انت تو قلت لك الشكاره ب 20 دينار تتباع ب 60 و70 لبرا. منين جابها هو اللي يبيع فيها لبرا؟ منين جاب؟ ما هو اتحاد الفلاحين. هو نقول لك حاجه اخرى، اتحاد الفلاحين اقطع عليه العلفه تو تروح الناس كل، هما لاقين مسمار في حيط يتمعشوا منه لا اكثر ولا اقل، نحوا عليهم القليم هذا نتاع العلفه نحوه على اتحاد الفلاحين، ما عادش تلقى حتى واحد. نحوا لهم المصروف ما عادش يقطع حتى واحد. كيس كيس فيس مصروف شو معناها؟ هما يتمعشوا من العلفه، العلفه هذه نتاع المواشي يتمعشوا منها هما وكا لقوا فيها قليب يبيع الفلان وفلتين واعطيه شكاره يمشي يبيعها ومصروف وتعد. مش نورمالمون بالانخراط؟ الانخراط حتى الانخراط راه نقول لك حاجه، مش هو اللي يجي باش يكون منخرط. الانخراط سيتر شوز باش يشارك في الانتخابات. هما باش تنخرط لك هكا باش تاخذ علفه ما يلزموش ياخذ عليك ال 10000 فرنك قانونيا، ما يلزموش ياخذ عليك ال 10000 فرنك. انت تدفع في 10000؟ بيان سير، ما يعطيكش الا ما تدفع 10000، ما يعطيكش البونو نتاع العلفه تدفع 10000، واللي هو ياخذ في الترافيك ويمشي ما يدفعش 10000 وما يبانش ومش مشترك. مش مشترك خلاص، اور اللي هو يلزم يتعدى على الطبيب البيطري يشوف قداش عنده مواشي، يعدها ويعمل احصائيات قداش لازم. وزيد على هذا راه عنده 20 نعجه يعطيه في شكاره، عنده 20 نعجه يعطيه 50 كيلو في الشهر. وين باش يوصل هذا؟ يعلف الدجاج ما تجيش، يعلف الحمام يمكن. يعلف الحمام سي بوسيبل، سي تري بوسيبل. أما يعلف نعجه ما يزيهاش، هذا ماشيه واحده نعجه ما يزيهاش، اللي عنده حصان، اللي عنده حمار، اللي عنده كذا جمل، اللي عنده اللي يجي. نفهم من كلامك انه الكميات نتاع العلفه اللي تجي قاعده تتوزع لغير مستحقيها. صحيح، قاعده تتوزع لغير مستحقيها. الترافيك ثم وين موجود؟ حاولتوش تبلغوا القدام؟ ما نبلغنا، شكينا شيء، ما ثم شيء. ما بلغنا شكينا. اي زيد على هذا نقول لك حاجه، اتحاد الفلاحين نتاعنا فيه موظفين بطاقه تعريف نتاعه معلم، بطاقه تعريف نتاعه مهندس بالفلاح. شوي خل فهموا الناس كيفاش هو موظف في موظف ويخدم مسؤول في اتحاد الفلاحين. هو الاتحاد الوطني كي يجي يزكي هنا ويلقاه موظف نورمال موش يعمل، هو يلزم يجيب من الوزاره اللي تبعها ما يثبت انه تفرغ، لا هو يقبل وينجح ويعديه. نعطيك مثال هذا باش نقوله، هذا في الوطني ما نعرفوش وما يجيش غادي، ما يجيش للقصرين، هو بورتون عنده في ثانيه مع الطلاين في فريانة، ما يجيش غادي خلاص يدور ويمشي. هذا كان استاذ مكون، مش حتى مكون، هذا ما يحضرش عام كامل ما حضرش، تو خرج روتريت طون ميو. هذا مشى 60 مره لتركيا في ظرف 5 سنين، مشى 60 مره لتركيا. يشوف يا رسول الله نلقوه في الاتحاد الوطني ويرقص اجتماع فيه وزيره معلش الاقتصاد. سبحان الله، ما هو يعف الواحد تو عنده من 2013 هو شاد غادي ولا موظف قار. وانت نورمال ما دامك موظف وتخلص قانونيا، هذا اللي نعرفه انا قانونيا، انا موظف نخلص، عندي مدخول اخر يلزمني ديكلاري عليه، يلزمني ديكلاري على الوظيفه الاخرى باش تدخل نقصوا عليا سي ان اس اس ولا سي ان ار بي. مالكش ديكلارا؟ ما ديكلاراش. شنو ديكلارا؟ شنو ديكلارا؟ شهرين حواله، اذا كان ياخذ 3 ملايين ونص، كان ياخذ 3 ملايين ونص كي ديكلاري ينحوا له شهرين كامل. احنا بلادنا تو عندنا ازمه نتاع سميد نتاع فارينا نتاع الكل موجود، هذه الازمه دي. اذا كان الرئيس والوزراء ما يعرفوش هذا، وخاصه وزير الفلاحه ما يعرفش هذا، راهو ماشي في اتجاه غلط خطا، لانه قصان العلفه نتاع المواشي هي سبب في السميد، هي سبب في نقصان السميد. احنا عندنا في القصرين نعرفوا في السميد. اي هذا اعتراف واضح وصريح، تقول لي نعرفوا في السميد والبلاد عندها مشكله نتاع عندها مشكله ما ثماش سميد والفلاحه تعرف السميد، ليش؟ لان مقصوا عليهم العلفه الاصليه، وفروا العلفه تو تمشي للبلاد. اي السميد ما يتباع بكميات محدوده. السميد يتباع بكميات محدوده، هو ياخذ شكاره سميد يزيد حويجات تعلف له اكثر ورونتابل اكثر، تنفع اكثر، مش كسميد كنخال.
فهمت ولا الوضعيه وين؟ سيدي الخبز راهو مسيو. اي هو يوكل فيها الغلب للنعجه والمعزه. معليش. توا البلاد عامله استراتيجيه كامله باش تتصدر للحكايه هذه وتدخل لي ياكلوا. نحضروا احنا كمجتمع مدني نحضروا ونبلغوا نقول وصلنا قلنا لهم نحن يا ناس اللي عنده سقوي عنده بير وعنده سقوي يعمل كتار قمح برك. كل واحد عنده سقوي يعمل كتار قمح. القصرين نولوا عنا الاكتفاء الذاتي بالحبوب. وما ما عدناش نستحق عندنا موردنا الخاص. هذه ناس ما عادش سامع الحقيقه راهو تقول له امشي هكا هو الطريق يخالفك ويمشي. المشاكل اللي حكيتهم لي من قبيله لتوا عندك يعني الجهات نتاعكم في قاسرين في بالهم بالمشاكل هذه كل؟ يعلموا بالمشاكل هذه كل. فماش تجاوب؟ يعلموا ما ثماش تجاوب. وش كاينه برئيس الاتحاد الجهوي قبل دوسيات دوسيات عند الرئيس عند الوزاره عند كذا عند الناس كل عند القضاء شيء احنا نقدموا قضيه يشدوا فينا. احنا نقدموا قضيه يشدوا فينا ويربحوها في القصرين. راهو تجاوزات راهو انا فلاح عندي الواحد نتاع نورمالمون نتزكى ونترشح والصندوق يجي وهم كي تسالهم يقول لك الصندوق. تو نحن القصرين نتكلموا بالكاع نورمالمون نقولوا القصرين القصرين نقولوا راهو الصندوق هم اللي يقولوا الصندوق الصندوق يجيب. هذاك حافظينها جماعه من التوانسه نتاعكم لهنا. الناس اللي وصلت للمكتب معناها ماهوش منتخبين قصدك؟ ما انتخبناهمش غادي ما انتخبناهمش اصلا غادي ما وقعتش انتخابات. ثبت مسيو؟ سي نورمال. ولو وقعت انتخابات دون لو طون 2013 مدلسه. نقول لك حاجه اول انتخابات وقعت وين وقعت؟ في الشعامبي. وين؟ وقعت في الشعامبي ما وقعتش في القصرين. انا ساعتها مين مال وقعت في الشعامبي. ووقت اللي مشينا ثم حوايج ما نجمش نقولها فرح. جانا الوالي ومتاع الامن وقالوا لنا برا روحوا اولادي معناها خرج عن النطاق عملها في الشعامبي وين الارهاب. كيفاش في الشعامبي في بلا يعني في بلاصه مسكونه ولا في الجبل؟ في الجبل في الجبل شوف ونجيب لك ونجيب لك المحميه نتاع الجبل في سفح الجبل ثم محميه فهمت مشو عملوها غادي وعملوا الضيفه غادي وكونوا غادي وريقلوا امور. كيفاش كيفاش تحبني انا نسكت سي انورمال راهو انورمال راهو انورمال. الانتخابات بتاع 2013 وين صارت؟ 2013 وقعت في الجبل وعندنا عادل خرجنا لهم عادل الشهاد وعندنا ما يثبت انا ما عملوها في الشعب. انا جبل جبل الشعامبي انتخابات في الشعب في الشعامبي لحماية الارهابيين يمكن ما نجمش نجزم. جيتوا وانتخبتوا؟ ها؟ لا انا ساعتها مين مال نلقى روحي الصباح وقت يجوا ينتخبوا نلقى روحي اول سيركوي ما خلونيش ندخل ما خلونيش ندخل انا باش ندلي نعطي رايي باش ربما كذا. ما تزكيتش مشيت دخلت للشعامبي بعد المنفذ واشرف عليها سي الزار. وين هذايا؟ في الشعامبي. فين؟ والشعامبي اشرفوا على الانتخابات في الشعامبي في المحميه نتاع الشعامبي. المحميه نتاع الشعامبي انا كنت نخدم مهندس في الارسال الاذاعي فهمني مليح. كي نجو داخلين للشعامبي ثم بوابه ندخلوا عليها. البوابه هذيك يشرفوا عليها. عمل نعرفوهم فردا فردا يوصوا فينا نجيبوا لهم القضيه وكذا ونعرفوهم فردا. يعني ثم تواصل بيناتنا. تو نعطيك مثال بعد شقاع. راهو شيء مضحك، شيء يبكي ويضحك. وقت النهار اللي مشينا ما لقيناهمش هذوك الكل، لقينا ناس ما نعرفوهاش. جدد. جدد. مشيت انا عمر البناني هو رئيس الاتحاد وانا امين مال، مشينا نلقوا جماعه جدد. كومبليتمون جانا رئيس المنطقه وجانا الوالي ساعتها ما نعرفش عليه نسيت اسمه قال الاولاد برو روح معناها شبه لينا راهو خطر عليكم مشينا روحنا قلبنا روح ما انتخبناش خليناهم كونوا جماعه كونوا جماعه بالوفاق ولا ما حضرناش المفيد خرجنا احنا هذوك الجماعه لتو يا اخي ما خرج منهم واحد من 2013 لتو عليه يا رسول الله. هي الانتخابات نورمالمون كل قداش تصير معناها؟ كل خمس سنين. ايه؟ كل خمس سنين تصير انتخابات. نعطيك مثال. ايه؟ نعطيك مثال اخر. انا كنت نخدم في الشعامبي. وقعت مره نتاع المحميه خاطر محميه وطنيه هذيك خسرها خسرتها تونس وخسرها القصرين. محميه وطنيه فيها عصافير ما توجدش اصلا فيها كل شيء. وقعت مره جينا حنش دخل الاداره. قلت لنا الحنش طيشناه في مكان معين ما يطلعوش حد. الخدامه اللي يخدموا ويعسوا على المحميه طلعوه. وجانا عرفهم وقدم بينا قضيه. هاتوا ارهاب بالكلاشنكوف بالسلاح يدخل الشعامي كيفاش يجي يدخل؟ انت متورطه الناس هذه متورطه.
متورطة، يعني أنت تنح في العمل نتاع الشعامبي وتجيب في ناس أخرين، منين جايبها؟ ما نعرفهمش لحد الآن، ما نعرفهمش. والحراس هذوما موجودين لتوا؟ أسوار تو ما عادش نتبعها. يوم في الوقت هذاك الناس هذيك بدلوها وشا سي الزهر عمل الانتخابات في الشعامبي في المحمية نتاع الشعامبي. فهمت؟ هذا موثق راهو، موثقوا عنا عدلة منفذة. والغريب أنه ساعتها درنا حتى على الناس في 2013 سخونة كوا. فهمت ولا؟ درنا على العدول كل ما حبش يخرج، خرجت معنا امرأة تبارك الله عليها. الله يرحمها مات، الوحيدة اللي خرجت معنا باش وثقت وعطتنا وعنا ما يثبت هذا. فهمت؟ إلى حد الآن احنا نسينا الماضي، قلنا رانا تطورنا وجانا رئيس جديد وفرحنا به، وجانا فهمت سيدي وزير جديد خاصة تو ميليتير فرحنا ياسر. وإذا به أختي وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ ثم المينيموم نتاع مصداقية أنه يخزروا للناس هذه الغلابة تو تمشي للقصرين شادين الصف من نص الليل، يشدوا الصف باش ياخذ لك خبزتين الصباح، والسميد تاكل فيه الغلم، والسميد يعطي فيه الغلم. ليش؟ عاملين سابوتاج، السميد يعطي فيه الغلم باش السميد يقطع، لقوا طريقة، ديما يلقوا طرق جهنمية يا سبحان الله. اخطبوط شيء يحبس المخ، شيء يحبس المخ بنت خويا. وانا راه سوي با انتيريسي وما عنديش وقت، لا ما عنديش وقت باش نتو في متقاعد، ما عنديش وقت انا باش نشد اتحاد ولا كذا، والله ما عندي وقت. هما نحبوا ناس نظاف لوجه الله، نحبوا ناس نظاف، ما نحبوا حتى شيء يخر. انا العيب كي تلقوني نهار باش نترشح، باش نترشح بركه ما نترشحش. كي نلقاوك نهار تنتخب في الشعامبي؟ الشعامبي اللي كان يعاودوهم الشعامبي نمشي راهو يكثر خيرك. خلي لك كلمه الختام، شو تحب تقول في الاخر؟ والله ينظفونا الاتحاد، الله يقد حالك، ونظفونا وخرجونا الموظفين بطريقة قانونية ما يدخلوش الاتحاد، يبارك فيكم. وزير الفلاحة، وزير الفلاحة يأخذ قراراته، هذه مصلحة بلاد. أنا ذكرت النسيسان وما زالت حوايج أخرى، إن شاء الله فرصة أخرى تو نحكوها. ثم حوايج ما نجمش نقولها لخاطر فيها مسؤوليات وما نحبش هذه. هذا راهو هذه راهو تونس ماشي لعبة أخرى. كي أنا نتحدث هكا في الإعلام راهو العالم كله يخزر لها. دونك ما نجمش نجرح في حوايج فريمون سي بروفون.